والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقاصر ثابت مد لازم واجب جائز yang keempat qasar itu lah mad asli falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinun halaini wa bi مد لازم بلا حروف مد من هدف حروف يسكن ساءت وصلدا وقاف يعني سكون يان أسلب كان يان عريض أنم حركات سبكات أغني تجويد وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن مد برتمو همزة بسات كلمات مد واجب متصل بنجان لما حركات وجائز إذا أتى أو عرض السكون وقفا مسجلا جائز منفصل جيك حروف همزهنيا بعد أول كلمة jika huruf mad bertemu huruf sukun sebab waqaf itu mad arid lis sukun ukuran panjang mad jaiz dan mad arid tiga pilihan di dalam ilmu tajwid wa ba'da tajwid kalil hurufi la budda belajar tajwid huruf belumlah lengkap maka harus belajar mengerti waqaf wal ibtidai wahiyatu qasar
أَقْسَامُ إِذًا ثَلَاثَةً تَامٌّ وَكَافٍ وَحَسَنٌ دَنْ إِبْتِدَاءً تَرْبَغِي تِيجَ مَتَامٌ وَقَفْ إِبْتِدَاءً حَسَنْ كَافِي سَرْتَتَمْ وَيَا لِمَا تَمَّ فَإِنْ لَمْ يُوجَدِ تَعَلُّقٌ أَوْ كَانَ مَعْنًا فَابْتَدِ وَقَفْ دِلَا فَالْيَمْ مَعْنَى أَتَوْكَ لَمْنَى پُرْنَى تَأْتَرْكَيْتْ كَلَمْ دِدَقَنْيَا دَمِكِيَنْ إِتُ وَقَفْ تَمْنَى ابتداءً بعد لفظ دي دبنيا فتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وقف كفي بلا معنى سمبرنا تابي كلام دبان يبركيت معنى وقف حسن بلا معنى sempurna kalam depannya berkait lafaz makna ibtidaknya waqaf kafi seperti tam yakni kalam di depannya paham ibtidak waqaf hasan dari kalimat sebelumnya kecuali pada ayat wa ghayru ma tamma qabi وَلَهُ الْوَقْفُ مُضَرًّا وَيُبْدَى قَبْلَهُ وَقَفْ قَبِيحْ لَا فَرْدًا مَعْنَى تَأْتٌ تَاسْ جَمَنْ وَقَفْ كَتُوَلِي حبيس نفس أتوبتك أتو درورة لينيا ابتداء لدي كلمات سبلنيا وليس في وجب ولا حرام غير ما له سبب تأدى وقف حالا دالا القرآن